وبمناسبة أسبوع الآلام أيضاً، أحيت جوقة صوتي فيلادلفيا بقيادة المايسترو كاكو حداد وعازفة البيانو زينا ميانغ أمسية ترانيم روحية، وذلك في كنيسة الفادي الإنجيلية الأسقفية العربية جبل عمان بحضور راعي الكنيسة القس الكانون فائق حداد وعدد من أبناء الرعية. وقدمت الجوقة خلال الأمسية باقة من الترانيم الخشوعية التي تفاعلت معها الجماعة المؤمنة، حيث أدخلتهم بالمسيرة الخلاصية للأسبوع المقدس. اليوم كان في عنا أمسية فصحية في وقت الزمن الفصحي وخلال أسبوع الآلام. صوت فيلادلفيا، فويس أوف فيلادلفيا، مجموعة من المقيمين في الأردن من جنسيات مختلفة، من اليابان، من بريطانيا، من مصر، من عدة دول، اجتمعوا ليكون في عندهم محبتهم الكبيرة للبلد وللإيمان اللي نابع من هون. وكان في لهم مجموعة اتأسست قبل 5 سنوات تقريبا، وحبوا انهم يشاركونا في هذه الأمسية من خلال الترانيم والموسيقى اللي بتمجد اسم يسوع وبتعلن مجد إلهنا الحي في هذه الأيام المجيدة. الكنيسة استضافتهم اليوم حتى يكون في إنا جزء من الصلوات وجزء من العبادة والتسبيح. سبحوا للرب دائما بدف وبرقص وبعود وبطرب، واليوم كان في عنا بصوات جميلة رائعة وبأصوات العزف، ونشكر إلهنا الحي من أجل هذه الأمسية واللي ربنا إلهنا الحي باركها.